أسئلة وانشغالات حول الموضوعين. لكن خصوصية هذا النص التشريعي هو أنه الحمد لله on a pu exécuter لأنه كل وزارة اليوم هي محفظة برامج. إلى مختلف العمليات في ملتقى اليوم إلى تعميم قانون 23/7 المتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي. الهدف الرئيسي هو توضيح أهم التدابير التي أتى بها القانون من خلال توضيح دور الفاعلين في تسديد النفقات وتحصيل الإيرادات، أخص بالذكر الآمرين بالصرف، المحاسبين العموميين، وكذا المراقبين الميزانياتيين. تكمن أهمية هذا الملتقى في تسهيل عمل عاملي الصرف خصوصا رؤساء المجالس الشعبية البلدية، هذا لتسهيل عملهم لضبط كل العمليات المالية التي تجري على مستوى المحلي، وإن شاء الله يكون عندها وقع على التنمية المحلية.